لو حضرتك عندك مشكله صحيه وانطلب منك تعمل اشعه رنين مغناطيسي، فلازم تعرف شويه نصايح مهمه جدا قبل ما تعمل الاشعه. هقول لك دلوقتي على اهم النصايح دي. لو جاهز يلا نبدا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم، معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحه العظام والقدم السكري في طنطا. لازم قبل ما تعمل أشعة الرنين المغناطيسي تاخد بالك من بعض النقط المهمة جدا والنصائح المهمة علشان تستفاد من الأشعة اللي انت هتعملها وما يحصلهاش أي تداخل وتطلع النتائج سليمة. أول حاجة، لو مركب أي حاجة معدنية في جسمك زي دعامات أو شرايح أو مسامير أو مركب تقويم للسنان، لازم تقول للدكتور قبل ما تعمل الأشعة. لازم تخلع أي مجوهرات أو ملابس بيها معادن زي الحلق والغوايش والدبل والسلاسل أو الدبابيس، لأنها ممكن تأثر على جودة الأشعة. لو عندك حساسية من أي حاجة أو من أي أدوية لازم تقول لهم الأول قبل الأشعة، وخصوصا لو هتعمل أشعة بالسمر. رابع حاجة، لو لابس نظارة لازم تقلعها، لو لابس طقم أسنان لازم تشيله لأنها ممكن تظهر في الأشعة وتشوش على النتيجة. أثناء الأشعة خليك ثابت وما تتحركش لأن الحركة ممكن تفسد الأشعة. سادس حاجة، لو مركب أي أجهزة طبية زي جهاز تنظيم ضربات القلب لازم تقول لهم قبل الأشعة. سابع حاجة، لو قالوا لك على أي تحضيرات قبل أشعة الرنين زي شرب سوائل معينة أو بكمية كبيرة لازم تنفذ التعليمات. تامن حاجة، لو أنت حامل أو مش عارفة إنك حامل لازم تقول لهم الأول قبل الأشعة. تاسع حاجة، ما تقلقش من الضوضاء لأن جهاز الرنين المغناطيسي بيعمل بعض الأصوات المزعجة، فما تقلقش منها لأن ده شيء طبيعي. عاشر حاجة، لو عندك أي أسئلة أو قلقان من أي حاجة قبل ما تعمل الأشعة اسأل فريق العمل اللي موجود قبل الأشعة. ما تاخدش أي أدوية جديدة قبل الأشعة إلا بعد ما تستشير الدكتور، لأن بعض الأدوية ممكن تأثر على نتيجة الأشعة. لو عندك أي إصابات أو جراحات قبل كده عملتها في الراس أو في العمود الفقري لازم تقول لهم في الأشعة قبل عمل الرنين لأنها ممكن تكون ليها صلة بالأشعة. ما تاخدش معاك الحاجات المعدنية زي الساعات أو الدبابيس أو المفاتيح. لو أنت من الناس اللي بتخاف من الأماكن المغلقة لازم تقول لهم علشان يقدروا يساعدوك. برضه ما تاخدش معاك أجهزة إلكترونية زي الموبايل أو الأيباد أو الساعات الإلكترونية أو أي جهاز آخر ممكن يتداخل مع جهاز الرنين. لو هتاخد معاك حد، خد حد ما يكونش عنده مشاكل طبية عشان لو احتجت مساعدة يقدر يساعدك. دي اهم النصائح المهمة جدا اللي لازم تاخد بالك منها وانت رايح تعمل اشعة رنين مغناطيسي علشان تضمن سير الاجراءات بشكل سليم وكمان النتائج تكون صحيحة. بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك، ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع اصدقائك وتشترك في قناتنا على اليوتيوب لو ما كنتش مشترك، وتفعل جرس التنبيهات علشان يجيلك تنبيه بكل فيديو جديد بننشره على القناة. ولو عندك اي سؤال بخصوص الموضوع اكتب لي في التعليقات تحت الفيديو وانا هرد عليك. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والقدم السكري في طنطا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.